لا 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 لا، هو الكبير كبير، الكبير كبير والعميد عميد. بص شوف احمد حسن، يا سلام ابو حميد، القلب القلب، ايد ورجل في الثمانية يا حبيبي يا ابو حميد. لا لا لا، الثمانيات مع الكابتن احمد حسن في الثمانيات على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. عدم صعود المنتخبات القوية، واكيد طبعا عدم صعود المنتخبات القوية عفوا، اعتقد بشكل كبير اكيد بيأثر على قوة بطولة كاس العالم. يعني دايما كاس العالم فعلا ما ينفعش نشوفه من غير البرازيل، ما ينفعش نشوفه من غير الارجنتين، ما ينفعش نشوفه من غير ايطاليا، ما ينفعش نشوفه من غير انجلترا، المانيا، هولندا كمان مش موجودة. ففعلا يعني غياب المنتخبات دي عن كاس العالم اكيد شيء بيحزننا، واكيد شيء طبعا بنتمنى ان كل القوة الكبيرة العظمى في كرة القدم كلها تكون موجودة. ولكن خليني، يمكن الناس كلها يمكن عارفة طبعا الحارس العظيم الأسطوري بوفون، يمكن كان أكيد هدفه الأول طبعا هو الوصول لكأس العالم، مش هدفه الأول هو إنجاز شخصي، ولكن هو ده بيسعى ده طبعا أنه يحقق ويوصل لأكبر رقم للاعبي العالم في المشاركة مع منتخب بلاده، وطبعا ده حق أصيل بالنسبة له. كان بيتنافس طبعا بوفون معايا، لأن أنا يمكن أنا طبعا أكثر لاعبي العالم مشاركة، ولكن يمكن امبارح لما حصل وكل المواقع بدأت تتكلم على الخبر ان بوفون خلاص اعلن اعتزاله في عدم الوصول، الا اني شيء غريب جدا، وبقى عندنا حاجة انا بقيت شايفها بقت فينا، ان احنا بنستنى لبعض، ان احنا بنستكتر الفرحة على بعض، ان احنا مثلا بنحاول ان احنا دايما نفطس اي شيء كويس او اي حاجة تكون كويسة او اي انجاز باسم اي لاعب مصري. خلينا النهاردة نشوف مثلا محمد صلاح في جائزة البي بي سي، كلنا النهارده بنشير لينك محمد صلاح، نفسنا محمد صلاح نجمنا طبعا ان هو ياخد افضل لاعب في افريقيا في جائزه البي بي سي دايما اللي هو بتبقى عن طريق التصويت. كلنا على كل المواقع، على كل التواصل، كلنا بننزل اللينك عشان كل الناس تختار محمد صلاح. من ضمن الحاجات الغريبه جدا ان انا فوجئت بكم ناس هنا، مع الاسف كمان، ان هم المفروض ان هم مشجعين كوره، المفروض ان هم مصريين، ان ناس كتير مثلا ممكن تقول لك اه انت فرحان عشان ايطاليا خرجت، عشان نفسك انت فرحان. ما طبيعي يعني، في الاول وفي الاخر هو اللقب مش باسم انا بس، هو اللقب اول ما بيتقال اللاعب المصري، زي ما اي لاعب النهارده بيكسب اي انجاز النهارده او بيحقق اي انجاز، اسم بلده بيتقال قبل كل شيء. فنفس الشيء النهارده، احنا كلنا النهارده بنسعى، نفسنا ان محمد صلاح يبقى افضل لاعب في افريقيا، نفسنا ان محمد صلاح ياخد افضل لاعب في العالم، نفسنا كل لاعبتنا اللي موجودين ان هي تحقق انجازات ويبقى موجود باسمها. ولكن على رغم، اكيد طبعا انا من جوايا في فرحه، واكيد انا مبسوط طبعا عدم تاهل ايطاليا، لان ممكن بوفون كان كسر الرقم بتاعه، ولكن وجود ايطاليا في كاس العالم اعتقد ان بيدي مذاق خاص. انما هي المشكله كلها ان مره واحده بتحس ان احنا بنصعب علينا او بنستكتر الفرحة على بعضينا، او ان احنا نفضل محافظين على لقب، او ان احنا نفضل محافظين على انجاز. مع كل اسف ده يمكن احنا او شفناه في بعض التعليقات، شفناه في بعض الناس. المفروض اني عايز اقول لكم ان في المانيا في كاس العالم اللي قبل الاخيره، المانيا كان لعب طبعا كلوزا الشهير، وكان بعيد تماما عن المنتخب لمدة سنتين او ثلاث سنين، ولكن المنتخب الالماني في الوقت ده جاب كلوزا وحطه ان هو يلعب نهائيات كاس العالم لسببين. اول سبب ان هو يبقى اكثر لاعبي العالم مشاركة في المباراة كاس العالم، والحاجة التانية ان هو يجيب هدف او هدفين تقريبا ويبقى الهداف التاريخي لكاس العالم ويكسر رقم البرازيلي رونالدو. جابوه عشان كده، وفعلا هو حقق ده، ومنتخب المانيا مازال رقم موجود دلوقتي باسم النجم كلوزا ان هو اكثر لاعبي العالم احرازا للاهداف في بطولة كاس العالم. كنت حابب اتكلم بس في النقطه دي، انما في الاول وفي الاخر طبعا كلنا نتمنى ان يكون كاس عالم قوي، كلنا نتمنى ان يكون كاس عالم كلنا نستمتع بيه، ولكن هي دي كره القدم وهو ده حاله كره القدم.